مساء الخير، أنا خديجة فيصل. اليوم إن شاء الله رح كمل شرح مادة الكلينيكال كيمستري 2. رح ناخد شابتر الكلينيكال لابوراتوري تيست ان كاردياك ديزيز. رح نتعرف فيه على بعض أمراض القلب والفحوص اللي بنعملها لما يكون في عنا مرض بالقلب أو نشك إنه في مشكلة بالهارت. نبلش. الميوكارديال انفراكشن، وهي بالعربي احتشاء عضلة القلب، لها اسم ثاني واللي هو الهارت اتاك، اللي هي النوبة القلبية. هاي النوبة القلبية بتصير لما ينقص الدم، او يصير في عنا نقص تروية للقلب، او لما يتوقف جزء من القلب. ممكن انها تسبب او بتسبب ممكن رح تسبب دمج للهارت مسل، فرح يصير في عنا نيكروسيز اللي هو الميوكارديال سيل ديث، رح تموت بعض خلايا القلب. The most common symptoms is chest pain. أغلب الأعراض اللي رح تكون أو الأعراض الشائعة كتير لأنه chest pain، ألم بالصدر أو discomfort which may travel into the shoulder, arm, back, neck or jaw. رح يكون في عدم ارتياح أو ضيق، ممكن أن ينتقل للشولدر اللي هم الأكتاف، الأرم، الظهر، الرقبة أو الفك. الدياجنوسيز لهذا المرض بصير عن طريق الاي سي جي اللي هو الالكتروكارديوغراف، تخطيط الكهربائية القلب، او بوجود او عدم وجود الماركرز اللي رح نتعرف عليهم الفحوص اللي رح نشوفها كمان شوي. What are biomarkers؟ البيوماركرز هاي رح تقيس لي او رح تحدد لي اذا في يعني اذا كان القلب هو normal biologic process عم يشتغل منيح، او في مرض pathogenic process، او pharmacologic response to a therapeutic intervention. لما مريض عم ياخد علاج رح نشوف response، رد او الاستجابة على هاي العلاج عن طريق هدول البيوماركرز. هلا البيوماركرز الشائعين للقلب: بلاد سامبل ميجرمنت او بلاد بريشر اللي هو ضغط الدم، او الاي سي جي اللي هو حكينا تخطيط كهربائيه القلب، او راديوغراف اللي هو التصوير الاشعاعي، او الايكو كارديوغرام اللي هو تخطيط صدى القلب باستخدام تقنيه الموجات فوق الصوتيه. الكاردياك ماركرز لازم يكونوا، او الايديال للكاردياك ماركرز انهم يكونوا هارت سبيسيفيك، يعني كتير هدول سبيسيفيك للقلب، ما بيظهروا بالدم او انه ما بصير لهم زيادة ظهورهم زايد كتير بالبلاد الا لما يكون في مشكلة بالقلب. هايلي سنسيتيف كمان كتير يكونوا سنسيتيف، able to differentiate irreversible damage from reversible، انهم يقدروا يفرقوا لي بين انه الدمج هاد ممكن انه يتصلح او ممكن انه ما يتصلح. able to detect reocclusion and reinfraction، انه يكون قادر على انه يعمل لي ديتكت انه الانسداد هذا اللي صار بالقلب ممكن انه يرجع او لا. able to estimate size of infarct and prognosis، يقدر يقدر لي حجم او امتداد هذا الانفراكت اللي صار بالقلب، تكون stable ثابتة ما بتتغير بشي. able to make measurement rapidly، انه نقدر نقيسهم بسرعة وسهل قياسهم والكوست تكون افكتيف. هاي الايديال، صفات الايديال للبيوماركرز. هلا نبلش بالماركرز او نشوف شو انواع الماركرز. هلا عنا تو ماركر، واحد اسمه الايرلي وواحد اسمه الديفينيت. هدول الاثنين بنستخدمهم لنقدر نشخص الميوكارديال انفراكشن. هلا الايرلي من اسمه انه هو بيزيد خلال الست ساعات الاولى، يعني بوقت قصير، وبيزيد بعد ما تظهر الاعراض فورا، بيزيد خلال الست ساعات، بعد ست ساعات خلاص بيروح. اما الديفينيت ماركر من اسمه اللي هو الواضح، الماركر الواضح، بيزيد خلال 6 ل 9 ساعات وبيضل مرتفع، احيانا بيمتد ل several days لعدة ايام. اما الايرلي خلص بيروح 6 ساعات وبيروح. شو هم الانزيمز للكاردياك ماركرز؟ يعني هم بيكونوا ماركر لمشكلة بالقلب: الكرياتين كاينيز الاختصار سي كي، الاسبارتيت امينو ترانسفيريز الاي اس تي، وشرحنا عنه بما فيه الكفايه بالليفر فانكشن وبال
مر معنا بالليفر بأكثر من شابتر، اللاكتيت ديهايدروجينيز اللي هو ال LDH. رح نتعرف على ال LDH هلا و CK، هاد شرحناه وخلصنا. CK هاد بيتكون، هو بيكون دايمر من two sub unit ال B وال M، لهيك هو إله أكتر من أيزو إنزيم. عنا CK1 البي اللي هو موجود بالبرين بشكل رئيسي، CK2 اللي هو موجود بالميوكارديوم بالهارت، والCK3 اللي هو الMM اختصاره موجود بالسكيليتال مسل وبالهارت. هدول ثلاثة أيزوفورمز للكرياتين كاينيز. كمان شغلة انه هاد امتى او ليش موجود، موجود بالسيتوبلازميك والميتوكوندريال، هو انزيم موجود بالميتوكوندريا والسيتوبلازميك اللي هو السيتوسول، مفيد بنقل الطاقة داخل القلب، تمام؟ هو يعني بينتج او هو مهم او بيسرع انتاج الطاقة من الكرياتين فوسفات. هلا الكرياتين فوسفات هي مخزن للطاقة، هاي ستورج انرجي، فهذا الانزيم هو بيعمل تسريع كاتالايز، من اسمه انزيم معناته رح يعمل كاتالايز لشو؟ لانتاج الطاقة من الكرياتين فوسفات. هاي يعني بشكل مبسط حاولت اوصلكم الفكرة هاي. هلا بحكي لي انه CK3 اللي هو الامام اللي موجود بالسكيليتال مسل يعني بالعضل وبالهارت له ثلاثه ايزوفورم، هدول هم، والCK2 اللي هو الام بي له 2 ايزوفورم. كمان شيء انه الكرياتين كاينيز بيفقد السبيسيفيسيتي لانه هو موجود ب يعني بشكل كبير بالسكيليتال مسل، فهو ما عنده سبيسيفيسيتي او سنسيتيفيتي للهارت بشكل خاص، بس هو بيساعدنا بالتشخيص. CKMB اللي هو CK2 has the most specificity for cardiac muscle، أكثر من 85%، لأنه هاد هو CKMB هو أكثر شيء من الكرياتين كاينيز، من الأيزو إنزيم تبع الكرياتين كاينيز خاص للكارديك مسل. ليش؟ لأنه حوالي من 3-20% من كل CK موجود هو بالقلب. كمان CKMB موجود بالسكيليتال مسل بس حوالي 1%. هلا امتى بزيد هذا CK2؟ في حالات السيفير سكيليتال مسل انجري، بصير انجري للسكيليتال مسل بسبب تروما او سيرجري. ممكن كمان يكون عندنا مرض كرونيك مسل ديزيز مثل الديستروفي اللي هو ضمور العضل، او الاكستريم اكسرسايز في حالات لعب الرياضه بشكل كبير او بشكل حاد، رح يزيد CK2 لانه هو اصلا كمان موجود بالسكيليتال مسل حكينا، فرح من الطبيعي انه يزيد. هلا شو سبب زيادته خاصه في حالات السيفير مسل انجري، لما بيكون في جروح بالسكيليتال مسل او في مرض بالمسل؟ بسبب انه عم بيزيد الريجينريشن بروسيس اوف مسل. هلا لما يصير في انجري بالمسل معناته في خلايا رح تنجرح او رح تموت او رح يصير في نيكروسيس بالمسل، فكيف العضلات هاي بدها تعوض؟ انها تعمل اكسبريشن للجين اللي مسؤول عن تكوين هذا الانزيم. فبحكي لي انه زيادته بالبلد بسبب زيادة الاكسبريشن او ري اكسبريشن للسي كي ام بي جينز. بالاي ام اي اللي هي اكيوت مايوكارديال انفراكشن، السي كي ام بي بزيد يعني على الاقل اول لاربع ست ساعة من اول ما تصير الاعراض اللي هي chest pain، ألم بالصدر، راح تزيد خلال 4-6 ساعات الأولى، وراح يرجع لوضعه الطبيعي خلال يومين أو ثلاثة. وهو هذا CKMB يعني إنزيم كتير منيح إنه نقدر نشخص فيه الميوكارديال إنفراكشن، لأنه هو سبيسيفيك للميوكارديال، حكينا إنه هو أكتر شيء موجود بالهارت.
تمام. كمان شغلة إنه هون السي كي ام بي بيوصل للبيك اللي هي قمة الذروة خلال 12 لأربعة وعشرين ساعة، وحكينا بيرجع لوضعه الطبيعي خلال يومين أو ثلاثة. هلأ كيف بدنا نفرق إنه هذا السي كي تو ارتفع بسبب إنه في عنا هارت ديزيز أو مسل ديزيز؟ على تكنيك اسمه المونوكلونيك أنتي سي كي تو أنتي بودي بيزد أسي، اللي هي على الإلايزا أو راديو أمينو أسي اللي ناخدهم بالتحليل الآلي أو مواد تانية. كمان شيء إنه الأكيوت مايوكارديال إنفراكشن كتير مهم إنه نعمل السي كي أم بي بالإضافة للال دي اتش. هلأ رح ناخده هذا الإنزيم، إنه لما بيرتفعوا هدول الاثنين السي كي أم بي مع الال دي اتش، معناته يعني إنه نحاول إنه نتأكد إنه معناته في عنا مايوكارديال إنفراكشن. اللاكتيت ديهايدروجينيز هو سايتوبلازميك إنزيم موجود بالسكيليتال والمصل والليفر والهارت والكيدني والريد بلاد سيلز. هلأ بما أنه موجود بالريد بلاد سيلز، معناته السامبل اللي بتكون هيمولايسز هاي بنرفضها، تمام؟ هلأ هذا ال LDH له 5 ايزو إنزيم بيتكون من 4 سب يونت بوليبيبتايد. هدول البوليبيبتايد الأربعة في عنا نوعين اللي هما الأم والأتش. الأم بدلنا إنه موجود بالمصل، والأتش إنه موجود بالهارت. Not a tissue specific enzyme هو not specific enzyme مثل CKM أو CK. هلأ لما يكون في عندي acute myocardial infraction، لحظة إنه صار في عنا أعراض، بعد هاي اللحظة من 12 ل 18 ساعة رح يرتفع هذا الإنزيم، يوصل البيك تبعه من 48 ل 72 ساعة، يعني من يومين لثلاث أيام رح يرتفع، رح نلاقيه بأعلى مستوياته، رح يرجع لوضعه الطبيعي خلال 6 ل 10 أيام. فممكن إنه هو يضل مرتفع لعاشر يوم أو لمدة 10 أيام، معناته هو هاد من أنو ماركر؟ من الديفينيت ماركر. أما سيكي الكرياتين كاينيز من الإيرلي ماركر. هذا الجدول بيوضح لي الأيزو إنزيم تبع الـ LDH، وإنه من شو بيتكونوا، وين موجودين، وامتى بيرتفعوا. اهم شيء نعرف ال LDH1 وال LDH5. ال LDH1 هو بيتكون من H4، يعني موجود اكثر شيء بالميوكارديوم، موجود كمان بالRBCs، بيتكون من حكينا كلياتهم بيتكون من 4 بوليبيبتايد سب يونت. هذا بيتكون من اربع من نوع H اللي هو يعني بدلني على الهارت، من 4 H. حكينا أكتر شيء بيرتفع بالميوكارديال إنفراكشن. الـ LDH5 هو بيتكون من 4M بوليبيبتايد، موجود بالسكيليتال مسل والليفر، مع أنه MMM 4M معناته أكيد بالمسل وكمان بالليفر، فهو كمان بيرتفع بسكيليتال مسل and liver disease لما يكون في مشكلة بالعضل أو بالليفر. هلأ خلصنا الكاردياك إنزيمز، رح نبلش بالكاردياك بروتينز. أول بروتين اللي هو الميوغلوبين، هذا البروتين بيحتوي على هيم، معناته بيحتوي على حديد، وهذا الحديد بيرتبط معه الأكسجين، فهو ناقل للأكسجين بالكاردياك والسكيليتال مسل. اللو موليكولر ويت، الموليكولر ويت له كتير لو، موجود بالسيتوبلازميك لوكيشن حكينا بالكاردياك والمسل. هو early appearance in circulation after muscle injury، إذا صار في عنا muscle injury سواء بالهارت أو السكيليتال مسل رح يرتفع early، معناته هو من الماركر early خلال أربع ساعات وبعدين رح يروح، يعني رح يرتفع خلال أربع ساعات من ظهور الأعراض للمسل injury سواء حكينا كاردياك أو سكيليتال، وبعدين خلاص يختفي فهو early. clear rapidly by kidney. هلا بما انه هو low molecular weight، طيب معناته الكيدني فورا بتتخلص منه، فهو ما بيضل long term marker of cardiac damage، يعني لما يصير في cardiac damage ما بيطول بالدم، فورا الكيدني بتتخلص منه.
Serum myoglobin methods are unable to distinguish the tissue of origin. هو ما non-specific. ما بنقدر نميز إنه أنا tissue صار لها injury. هلأ بما أنه هو موجود بالمصل معناته بيزيد مع زيادة العمر ورح يكون بالميل أكتر من الفيميل، والبلاك بيبل رح يكون عندهم أكتر من الوايت بيبل. هلأ قلنا أنه هو لو مولكيولر ويت وحكينا أنه هو موجود بالسكيليتال مصل، معناته لازم ناخد بعين الاعتبار لما نعمل هذا الفحص انه ممكن يكون زيادة. نسأل المريض اذا في عنده رينال فيلر او في عنده مرض بالسكيليتال مسل مشان نقدر نحدد اللي هو انه هو عنده اكيوت مايكرو كارديال انفراكشن او زيادته كانت بسبب الرينال فيلر، انه الكدني فيها مشكلة فما عم تقدر انها تطلعه للميوغلوبين فممكن انه يزيد بالدم. تمام، هلأ نيجي على التروبونين. هذا التروبونين هو كومبلكس من ثلاث بروتينات TNC و TNT و TNI، تمام؟ موجودين بالنون سموث مصل كونتراكشن، بالسكيليتال مصل وبالكاردياك. Troponin is attached to the tropomyosin sitting in the groove between actin filaments in muscle tissue. بما انه هو بيرتبط بالتروبوميوسين معناته هو بيساعد بالريجوليشن اوف كونتراكشن. خلينا نشوفهم على الرسمه. هلا هون عندنا هذا الاكتين اللي هو كمان اسمه الفيليمنت الثن فيليمنت، وعندنا هون التروبوميوسين هاد، وهذا تروبونين تي، وهذا تروبونين اي، وهذا تروبونين سي. هلا تروبونين سي هو اللي رح يرتبط بالكالسيوم فبيساعد على المسل كونتراكشن. التروبونين تي هاد رح يرتبط بالتروبوميوسين ويشكل لي شيء اسمه تروبونين تروبوميوسين كومبلكس. هلا اي رح يرتبط بالاكتين اللي هو هاد بالثن فيليمنتس، ورح يساعد على تثبيت التروبونين تروبوميوسين كومبلكس تضل ثابتة بمكانها. هلأ هاد أخذناه بالرسمة هون. هلأ بحكي لي إنه الدراسات فشلت إنها تلاقي source of troponin I خارج القلب، فهو الآي لحد الآن إنه هو أكتر شيء يعني بيكون موجود بالقلب. But have found some troponin T in skeletal muscle. بس إنه troponin T هاد لقوه بالسكيليتال مسل، أما I فقط لقوه بالقلب. هاي الرسمة ما بتهم الدكتور، هذا اللي بهمنا نحنا. حكينا التروبونين اي اللي هو اكتر واحد لقوه بالقلب، فهو بيرتفع بالميوكارديال انفراكشن بعد السيبتومز خلال ساعتين لثلاث ساعات تقريبا ب80% من البيشنتس بيكون مرتفع خلال ثلاث ساعات. Elevations in troponin I and troponin T can persist for up to 10 days after myocardial infarction. معناته هو من أنا ماركر من اللي بيضله مو من الأرلي من الديفينت. Therefore, it has good utility for retrospectively diagnosing acute myocardial infarction. هلا بما انه هو بيطول معناته هو good diagnosis للميوكارديال infarction. هلا هون بذكرنا انه CKMB هي بتعود بترجع لوضعها الطبيعي خلال يومين، اما هاد بيطول بضل خلال 10 ايام، فهو اكثر سبيسيفيسيتي واكثر سنسيتيفيتي من CKMB. وكمان مقارنه بينه وبين CKMB انه CKMB ممكن انه يكون موجود بالبلد ضمن نورمال رينج، اما تروبونين ما بينوجد بالبلد ابدا الا اذا كان في عنا كاردياك انجري او كاردياك مسل. هلا بحكي لي انه التروبونين كمان انه ممكن يرتفع بحالات ثانيه سبب هالميوكارديال دامج، غير انه الميوكارديال انفراكشن ممكن كمان انه يرتفع بحالات ثانيه. هذا الجدول بيلخص لي
الأونست اللي هو لما بيرتفع بالوقت الحالي بعد ظهور الأعراض بالضبط، إنه قديش المدة بضل مرتفع، قديش بده ليوصل للبيك اللي هي قمة الذروة، وقديش بضل بالديوريشن يعني إنه هو قديش بضل وبعدين بيختفي. CKMB حكينا أنه بيرتفع خلال 4 لـ6 ساعات، بيوصل للبيك خلال 18 لـ24 ساعة، بضل بالدم حوالي يومين بس. التروبينين لا، بيرتفع من 3 لـ12 ساعة بعد ظهور الأعراض، بيوصل للبيك من 18 لـ24 ساعة، وبضل ممكن أنه يضل موجود بالدم لـ10 أيام. الميوغلوبين بيرتفع خلال 4 ساعات، من الساعة لـ4 ساعات، بيوصل للبيك من 6 لـ7 ساعات، وهو بيختفي بعد يوم واحد فورا. LDH الأونست لإله من 6 لـ12 ساعة، بيوصل للبيك من يوم ليومين بده ليوصل للبيك، فهو تقريبا أكتر واحد بيطول ليوصل لأعلى المستوى، أعلى مستوى لإله، وبيضل بالدم من 6 لـ8 أيام. فأكتر شيء بيفيدنا بالميوكارديال إنفراكشن LDH والتروبينين، لأنهم هم بيطولوا بالدم. هلأ خلينا نشوف شيء جديد يمكن ما بعمره مر علينا بمادة تانية، اللي هو هاد هرمون اسمه البرين ناتريوريتك بيبتايد، والأنتي اللي هي اختصار للأنتيرمينال برو برين ناتريوريتك هرمون، يعني هذا جزء وهذا جزء، تمام؟ هدول هرمونز، هاد بيكون الاكتف وهاد بيكون الانأكتف هرمون. هدول الهرمونين بيكونوا مخزنين بالخلايا العضلية اللي هي الميوسايت. القلب بيحتاجهم هدول المادتين او هدول الهرمونين، خلينا نحكي بيحتاجهم. اول شيء هو بيعمل لهم بروديوس، هو اللي بيكونهم وبينفرزوا امتى؟ لما بصير للقلب ستريتشد، يعني انه بده يتمدد ستريتشد، وكمان انه working hard to pump blood، بيحتاجهم ليقدر يضخ الدم، او مو انه هو بيحتاجهم، هم بينفرزوا عن ضخ الدم. هلا شو بفيدوني هدول الاثنين البي ان بي والانتي برو بي ان بي؟ بفيدوني لاشخص شيء اسمه الكونجستيف هارت فيلر، اللي هو بتكون عضلة القلب ما عم تقدر تعمل بامبينج للبلود بشكل منيح. اعراض الكونجستيف هارت فيلر شورتنس اوف بريث وفاتيك، انه في عنده مشكلة بالتنفس وفي عنده ممكن يكون اعياء. هلا ليش ما عم بيقدر القلب انه يضخ الدم بشكل منيح؟ ممكن يكون عنده كورونري ارتري ديزيز، اللي هي ترسب الدهون بالبريفرال تيشو بالبريفرال ارتري عفوا، او بيكون عنده الهايبر بلود بريشر، يعني كتير الضغط مرتفع. هلا بما انه من اعراض الهارت الكونجستيف هارت فيلر انه يكون في شورتنس اوف بريث، مشكله بالتنفس، فهو هدول الفحصين بيساعدوني اني اميز اذا كان في عنده هذا الشخص هارت فيلر او لانج ديزيز، لانه كمان اللانج ديزيز من اعراضها الشورتنس اوف بريث. فاذا كان هدول الاثنين البي ان بي والانتي برو بي ان بي مرتفعين كتير، معناته عنده هارت فيلر not lung disease، تمام؟ كمان بيساعدوني بالناس اللي عندهم heart failure وعم ياخدوا treatment أو therapy علاج، فإنه مشان أعمل monitoring على هذا العلاج عم يستجيب جسمهم أو لا. فالريزلت اللي رح تكون عندي إما رح تكون normal خلاص ما في شي بالقلب، أو إذا كانت كتير عالية هاد بيرجح إنه الشخص ممكن يكون عنده congestive heart failure، إنه هاد القلب ما عم يقدر يضخ الدم بشكل منيح، فعم يفرز هاي الهرمونات بشكل كبير عالي ليقدر إنه يخلي القلب يوصل إنه يقدر يلبي حاجة الجسم من الدم، بس هو في مشكلة بالقلب لهيك هو ما عم يقدر يضخ الدم منيح. فكرد فعل انه رح ينفرزوا هدول بشكل كبير عالي.
فانه بيكون في عنده لا حق... اذا بيكونوا هاي معناته عنده congenitive heart failure. هلا levels of result انه مستوى هذا هدول الهرمونات قديش انه طلعوا عندي او قديش نتائجهم رح يحدد لي درجة severity of heart failure. قديش يعني قديش متقدم المرض عنده ولا لسه بأوله ولا لسه بالوسط وهيك. هلأ الهوموسيستين هو أمينو أسيد. هذا الأمينو أسيد موجود تقريبا بكل خلايا الجسم. الهوموسيستين بيحتاج لفيتامين بي سواء بي 6 أو بي 12 وبيحتاج كمان للفوليت مشان يعمل الجسم لهم عن طريق هدول الفيتامينات يعمل الهوموسيستين ميتابوليزم. Too much homocysteine in the blood لما بيكون كتير عالي هذا الهوموسيستين فهاد بيزيد الخطورة للإصابة بالكورونري هارت ديزيز أو الستروك اللي هي السكتة الدماغية أو البريفيرال فازيكولار ديزيز اللي هي أمراض الأوعية الدموية والناتجة عن ترسب الدهون بالشرايين اللي بتكون طرفية بريفيرال. Has an effect on atherosclerosis اللي هي تصلب الشرايين كمان بيأثر عليها الهوموسيستين لما بيكون كتير عالي. هو بيزيد ليش هلأ هو بيكون يعني زيادته بتزيد الإصابة زيادة الخطر بإصابة الهارت ديزيز لأنه هذا الهوموسيستين بيساعد على تكون الكلوتينج اللي هي الجلطات. High levels of homocysteine are the result of lack of certain B vitamins. هلأ لما بيكون كتير عالي الهوموسيستين ممكن يكون ناتج يعني هو كتير عالي ممكن إنه يكون بسبب ما في عنا فيتامين B, B12 أو B6 أو الفوليت. ممكن إنه يكون inheritance هاد أو حكينا ممكن إنه يكون سبب إنه يكون high lack of certain B vitamin. السبب الثاني ممكن إنه يكون وراثي يعني في عنا mutation بالجين سببت إنه هاد الأمينو أسيدز يكون كتير عالي أو dietary excess اللي هي الفرط الزائد بالتغذية and have been implicated in vascular wall injury. Testing for plasma homocysteine levels can improve the assessment of risk, particularly in patients with a personal family history of cardiovascular disease. هلا بحكي لي إنه إذا كان بالعيلة في عندهم history تاريخ بهذا المرض بأمراض القلب، فهذا الهوموسيستين بيساعد الشخص إنه يتنبأ رح يصير في عنده بالمستقبل cardiovascular disease أو لا. آخر شيء واللي هو CRB هذا السيري أكتيف بروتين. هذا CRB حكينا عنه من قبل وحكينا إنه هو بينتج بالليفر وهو بيكون يعني ريسبونس ل إنجري بيرتفع بسبب وجود إنجري أو إنفكشن أو إنفلاميشن. فهو non-specific ماركر هذا CRB بس هو sensitive marker لشو للأكيوت and chronic inflammation حكينا وللإنفكشن ولبعض الحال وبهاي الحالات هذا CRB بيرتفع ليوصل أحيانا يعني فوق النورمال ب 100 مرة فوق النورمال. بيساعدني إنه أتوقع زيادة خطر الثرومبتيك إيفنت اللي هي الكلوتينج اللي بتصير بالهارت واللي رح تسبب مايوكارديال إنفراكشن. هلا بحكي لي انه مرضى القلب اللي بيكون عندهم دائما سي ار بي كتير يعني بشكل مستمر هاد مرتفع بيكون نسبته بين 4 ل 10 ميلي جرام بير ديسيليتر وبالكلينيكال ايفيدنس لما نفحصهم كلينيكال رح يكون ما يكون عندهم انفلاميشن او رح تكون انفلاميشن عندهم لو جريد كتير الجريد الها قليلة فهاد بزيد الإصابة بالثرومبوسيز الجلطات. هيك بنكون خلصنا هذا الشابتر وإن شاء الله موفقين بامتحان بكرة.